السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا يعني حفيظ الرجي بتصريحات جديدة، يعني وفانك المعلومة اللي عندي يعني مصادر موثوقة جدا جدا جدا، وين حافظ الرجي يهدد يعني بفضح كل شيء يعني مع المدرب بالاتحادية. يعني نقول لكم انتوما جماعة تاع كلونا وجماعة تاع حافظ الرجي عاد وحافظ الرجي منا حافظ الرجي من غادي نقول لكم كلمة. أيام برك أيام وتسمعوا هذا حافظ الرجي سوف يعني خاطر حافظ الرجي راه هدر لي خطرة قال لي يا ودي أنايا راني مديت يعني ما نجموش نهضرو واش نعرفو كلش، كل حاجة نهضروها في وقتها. حافظ الرجي وين يهدد بكشف أمور خطيرة جدا خاطر يعلم ما لا تعلمون أنتم، يعلم ما لا تعلمون أنتم، هذه باش يكون يعلم ما لا تعلمون أنتم. هذه ما تقصرناش باللي منا ولا كيفاش تانا ذاك هذاك بو لحية ذاك مخنث بيكسر باللي روح انت بيان سبور انت بنيتها وقيلا لا بيان سبور انت بنيتها انت بنيتها يا ودي يا صاحبي يا ودي يا يوتيوبر اهدر هاي تجي تناقر انت يا ودي تناقر في جبل جبل راك ناقر فيه جبل انا باكر واش على بالي راني يعني نقول لكم كلش والله العظيم عندنا امور يعني امور لو كان نهضروها غي انا كون نهضر واحد الامور غي صغار برك اقسم بالله نهضرها بالك تكذبونا وما تولي في الاعلان كومبلي وقت نهضروها الاولى بالك تكذبونا بصح ما تولي في الاعلان نخلو واحد كيما ذا يهدرها ان شاء الله بربي خاطش هذا وزن ثقيل ما هي سهلة كي يهدر حافظ الرجي ولا يهدر حسين جناد ولا يهدر يعني ما هي سهلة هذه باش يكون على بالكم. وقال حافظ الرجي في لقاء مباشر على صفحة يعني وين أوضح الجزائر بموقع الفيسبوك أن الشعب الجزائري لم ينتخب على هذا المدرب ليقول أنه يملك عقد معنوي معه مؤكد أنه يتقاضى راتب مادي كبير على العمل الذي يقوم به. صح ما أنا كي نشوف مدرب يقول عقد معنوي شوف رئيس بلدية يقول أنا الشعب انتخبني رئيس دولة يقول الشعب انتخبني ما بصح باش يجي واحد يقول لي أنا عندي عقد معنوي أنت تدي 6 ملايير وتقول لي عندي عقد معنوي المعنوي تاعش بنادم يدي 6 ملايير انا ما فهمتش واحد يدي 6 ملايير يدي 10 ملايين في النهار 500 أورو في النهار 10 ملايين تاع الجيب تاعو تاع في النهار 10 ملايين يديها والشهريه تاعو 6 ملايير وعنده سبونسور يدي 10 ملايير يعني في العام ومي كان يقول لكم صحة عيدكم خرج هذا الخطرة قال لكم صحة عيدكم ولا قال لكم 5 جويلية ولا قال لكم عيدكم الكبير ولا قال لكم برومي نوفمبر ما يقول لكمش خاطش يقولها بالدراهم نشاهدوا هذه الخطرة لا نشوفوه لا يروح يعني لا زاد راحوا زادوا راحوا عند تاع المرضى ولا هذيك تاع المرضى كان ديرها لهم موبيليس كانوا يدوا دراهم كانوا يدوا 3 مليار 4 مليار 5 مليار كل واحد واش على يدي جوارة باش شتو كانوا يروحوا يعني ما يروحوش كاع جوارة يروحوا 4 اللي متعاقدين معاهم 4 ولا 5 اللي يروحوا متعاقدين معاهم والمدرب يعني ويديروا زيارة بصح زيارة تكون بالأموال ماشي باطل هذيك إشهار موبيليز هذا مكان تاع اللي كانوا يروحوا عند المرضى الزلالي صغار هذيك وكلش ويخرج علينا كامل ما هو يقول لك زياره مفاجئه للاطفال يعني وين القلوب يعني تنقسم القلوب يعني تتاثر هي انهم داين دراهم داين لي بريم عليها هذه هي انا الله يسهل عليك انت الله يسهل عليك عندي دراهم بصح باش تجي تقول لي بلي عندي عقد معنوي هكاش عقد معنوي انا ما فوطيتش عليك انت مدرب راك خدام خسرت روح راك تربح اقعد بصح كي خسرت روح يا
يعني ما حققش أهداف تاعك. هذه هي. وأشار المعلق بأسبور إلى أن هذا المدرب يملك عقد مادي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وهو موظف لديها وليس عند الشعب. هذه صحري موظف في اتحادية جزائرية، لكن العكس يا شاهدنا العكس، احنا بس هو موظف. وتساءل المعلق الحافظ الراجي أن إن كان هذا المدرب يستطيع التنازل عن راتبه بما أنه له عقد معنوي مع الشعب كما يقول يضيف الدراجي. وانتقد الصحافي التلفزيوني العمومي السابق طريقة تعامل هذا المدرب مع الصحفيين وصف إياها بالغير لائقة، واعتبر المتحدث وإن عينه ما يحدث في ندوات الصحافة للمدرب يعني غير مقبول ويجب أن يتوقف عن هذا. يعني صح الأدم وين لحقت مدرب يعاير مناصر يرد على مناصر وين ولات الشعبوية تفاقت الناس كرهت توافق باللي الناس فاقت شعبوية خطرة. وهذوك الناس هذوك يوعد الإعلاميين كانوا خالصين على التبهديلة تاع ما تروحش تخلينا تاع من تاع انت وزير السعادة وزير من ما كانش هذه وزير السعادة فرحك غير امك مي تدخل للدار تسيب امك قدامك امك قاعدة قدامك وليداتك دايرين بها الدنيا وما فيها. اللي يفرحني انا هذا ما يفرحني ما نفرحه كاع ما يفرحنيش. واعتبر المتحدث يعني أينه ما يحدث في ندوات صعبة لمدرب غير مقبولة ويجب أن يتوقف. وأضاف النجم بي إن سبور أن مدير المدرب يحق له ألا يجيب عن أسئلة التي لا تعجبه، لكنه لا يحق له إهانة وانتقاد صحفيين والحديث عن أجسامهم أو أشياء أخرى على حد تعبيره. تصح صحفي مارادونا فانك من اسمن مارادونا ليمات من اسمن ولا كشكارة فانك ما راك ما مارس رياضة ما مارسها ما والو. انت اسمين لا انت وين ما عندكش لاطاي ما عندكش من ما عندكش. وفي سؤال تما ذاك كيما ستام كيما يشوف المدرب تاعنا يقولوا فين انت كامشي رياضي كيما هكا. وفي سؤال عن قدرة هذا المدرب على إعادة المنتخب الوطني إلى سكة الانتصارات قال المعلق الشهير إنه يتمنى أن يكون ما زال يملك نفس الإصرار والعزيمة التي كانت لديه ومكنته من انتزاع التاج القاري من قلب القاهرة بمصر. وعن تصريحاته السابقة حول راحيل أكد المتحدث تمسكه بها قائلا إنه لو كان وإن كان مكانه لرحل من العارضة الفنية للمنتخب بعد فشل في الوصول إلى مونديال قطر. صح وكراح كاش هذه من تاع عندي عقد معنوي ولا ما كاش عقد معنوي ياك ما كاش عقد معنوي ما كاش عقد معنوي شي طالع كاش عقد معنوي هذا قدام لي يلبو قدام لي يلبو كوب دافريك نيغوساو مع الاتحادية تعطاهم 61 مليار لي بريم تاعهم تاع نهار اللي لعبوا كونت زيمبابوي كونت زومبيا وبورتوانا لعبوا مع هذو داو 61 مليار مالكم داو 61 مليار قاعدوا في قطر قاعدين محرز قال لهم انا تدخلوا دخلوا الدراهم باش نجي راني في دبي ما ندخلش ما ترينيش هذه باش يكون على بالكم تدخلوا الدراهم لي كونت تاعهم باش قلوها هذو الكاميرون شكون حاسبين نتوما حاسبين حاجه ما هذه حقيقه رانا نقول لكم فيها يعني مكاش واحد يجي غلطني في هذا الامر. كانوا كاينين لاعبين معاهم محليين اللي نعرفوهم قال لك قلت لهم يا ولدي التقليعه اكيد هذه تام بعد فاتت قال لي السيد في الصيف تام بعد الدعوه مي فاتت قلت له هذيك الضربه قال لي ها علاه قال لي على جال دراهم ما دخلوش دراهم اللي كونت تاعهم قعدوا قارعوا قال لك تدخلوا باش نقلعوا قال لي تدخلوا هذا هو عقد معنوي. غادي نقول لكم انايا ما عندي تا ما عندي تا واحد لاعب نبغيه ولا اونترينر ولا راك خدام كاش عقد معنوي عندك 10 ملايين في النهار تاعك هنا اللي تقعد فيهم عندك 6 مليار عندك 10 ملايين في العام مع الاخرى مع موبيليز كاش عقد معنوي عقد معنوي اسمح قاعد نقول لهم بلا كونترا تشو لا تنجم يا ودي خلي على ربي. ما تنساوش عطونا الجيم
كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، ومن يمشي ابوني يتابونا معنا، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو صح.